السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في جولة صحفية جديدة نرصد من خلالها أهم أخبار الصحف المحلية. نبدأ جولتنا الصحفية مع صحيفة أخبار الخليج ونقرأ منها أن سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أكد خلال الجولة الميدانية التي قام بها لعدد من المناطق للاطلاع عن كثب على سير أعمال فرق الطوارئ الحرص على استمرار تنفيذ خطة عمل البلديات لمعالجة تجمعات مياه الأمطار بمختلف مناطق مملكة البحرين في أسرع وقت ممكن حفاظا على السلامة العامة، مشيرا سعادته إلى أن فرق طوارئ الأمطار في البلديات الأربع كانت على رأس العمل قبل هطول الأمطار مساء يوم أمس. كما قام سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال بجولة تفقدية لعدد من الشوارع الرئيسية والمناطق في محافظات مملكة البحرين الأربع، وذلك للاطلاع على سير أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار، مؤكدا حرص الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية على ضمان انسيابية الحركة المرورية بشبكة الطرق الرئيسية والتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار خلال فترات هطول الأمطار. الوزارة يعني بشكل مستمر تقوم بجهود استباقية، وإحنا في هاي الفترة مع الحالة المطرية المتقلبة قمنا من فترة وما زلنا للتأكد من انسيابية الحركة المرورية. طبعا هذه جهود مشتركة بين وزارة الأشغال ووزارة شؤون البلديات والزراعة واللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية ووزارة الداخلية، اللي أنتجت اليوم بأن الحمد لله رب العالمين الحركة المرورية على الشوارع الرئيسية بشكل طبيعي في هذه المطرة، وأيضا شاهدناها حتى في المطرة السابقة الغير مسبوقة بفترة بسيطة رجعت الطرق الرئيسية في بشكل طبيعي. ومن صحيفة الوطن نقرأ أن سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ قام بالزيارة تفقدية إلى مركز بابكو للقيادة، حيث اطلع على الاستعدادات والجهوزية الكاملة عن كثب التي تقوم بها الشركة في الحالات الطارئة. وأشاد سعادته بمستوى الاستعدادات والجاهزية العالية للشركة التي تمثل حصيلة الخبرات المتراكمة والجهود المبذولة سواء على المستوى البشري أو فيما يتعلق بالمعدات والتقنيات الحديثة المستخدمة لمعالجة الحالات الطارئة وفق أحدث خطط الطوارئ المعمول بها دولياً. وإلى صحيفة البلاد، حيث صرح رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية الفريق طارق الحسن بأنه قد تم تفعيل المركز الوطني لإدارة الطوارئ المدنية للوقوف والتعامل مع ما قد ينجم من تداعيات بسبب التقلبات الجوية والأمطار التي هطلت على المملكة يوم أمس، موضحا أن المركز قام بتطبيق خطة الطوارئ المعدة لمواجهة الأمطار ومتابعة الاستعدادات والجهوزية الحالية للتعامل مع الأمطار، بالإضافة إلى متابعة التقارير الواردة من الأرصاد الجوية وسبل التواصل مع الجمهور عن طريق المنصة الوطنية للحماية المدنية ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية ومنصات التواصل الاجتماعي. بمنطلق الحفاظ على حماية مبدأ حماية الأرواح والممتلكات، تعمل إدارة الأزمات والكوارث بالتعاون مع العديد من أجهزة الطوارئ التابعة للجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية على مدار الساعة في تلقي البلاغات والتعامل المباشر مع جميع أنواع البلاغات، سواء فيما يخص التعامل مع التقلبات الجوية أو البلاغات الاعتيادية،
قامت الإدارة العامة للدفاع المدني برفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات سقوط الأمطار، حيث رفعت درجة الاستعداد لمواجهة كافة البلاغات، حيث تتنوع البلاغات من سقوط أشجار وأعمدة إنارة وإعلانات وتجمع مياه الأمطار. وفي إطار الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، بشرت الإدارات المعنية بوزارة الداخلية جهودها المكثفة للتعامل مع تداعيات الأمطار التي شهدتها مملكة البحرين خلال هذه الفترة، حيث قامت إدارة العمليات برئاسة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الشرطة بالمحافظات الأربع والدفاع المدني والمرور باتخاذ إجراءات ميدانية ومباشرة البلاغات المتعلقة بتجمع مياه الأمطار واتخاذ ما يلزم لحماية الأرواح والممتلكات بالتعاون والتنسيق مع وزارة شؤون البلدية والزراعة ووزارة الأشغال. هذا وشهدت أجواء مملكة البحرين يوم أمس الأربعاء هطول أمطار رعدية متفاوتة القزارة ورياح هابطة ضمن تأثيرات المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة من يوم الثلاثاء، وتواصلت التأثيرات طوال اليوم بشكل متفرق، إذ تركزت السحب الرعدية على مناطق غرب وجنوب البحرين وامتدت لباقي المناطق بتأثيرات متفاوتة. مشاهدينا، نطالع من الصفحة الاقتصادية لصحيفة البلاد أن سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس ترأس وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الاجتماع السابع للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد بدولة قطر الشقيقة. وأكد سعادته خلال الاجتماع على أهمية تعزيز الشراكة مع أجهزة التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما لها من انعكاسات بالغة الأهمية على المسائل الاقتصادية والتجارية التي من شأنها تعزيز ديمومة التعاون والتكامل بين دول الأشقاء. ننتقل إلى صحيفة أخبار الخليج ونقرأ أنه تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السابع من الشهر الجاري حفلا بمناسبة الذكرى 30 على تأسيسه والاحتفاء بمسيرة الإنجازات التي قدمها المركز خلال 3 عقود من عمله في مجال التحكيم التجاري. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الصحفية لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه.